حمزة بن لادن نجل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن دعا في تسجيل صوتي منسوب إليه المسلمين إلى الجهاد في سوريا، قائلا أن الجهاد في سوريا يمهد الطريق لتحرير فلسطين. واعتبر حمزة أن القتال في سوريا هو خير الميادين لهذه المهمة العظيمة، مشيرا إلى أن الطريق لتحرير فلسطين اليوم أقرب بكثير مما كان عليه سابقا. وجاء التسجيل بعد تسجيل مماثل دعا فيه زعيم التنظيم أيمن الظواهري إلى دعم الجهاد في سوريا.